دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. برعاية ملكية، انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي. الأمن السبراني يحذر من روابط وهمية لمشاهدة كأس العالم. الجمعية الأردنية للسكري تنظم يوما عالميا ومسيرة توعوية في العقبة. الأردن يشارك العالم الاحتفال بيوم الطفل. مركز تمكين يوصي بإعادة تأهيل الأطفال المتسولين بمناسبة اليوم العالمي للطفل. الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر قوائم المرشحين النهائية لغرف التجارة. الحلواني يتوج بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.